مامتي وبابا، هنروح نعمل الكعك والبسكوت امتى؟ احنا عايزين نروح بسرعة. ايوه فعلا يا ماما، احنا عايزين نروح نعمل الكعك والبسكوت علشان اخيرا العيد قرب يجي. بصوا انتوا يا بنات، روحوا انتوا لو عايزين، علشان انا تعبان جدا بقى عشان لسه جايه من السفر وكده، فانتوا روحوا انتوا لو عايزين. ايوه يا بنات روحوا انتوا بس لو عايزين، وانا هدنيني هنا مع نوح وبابا علشان انا برضو تعبانه وكده. ماشي يا ماما براحتكم. وبصوا يا بنات، اول ما تخلصوا ابقوا رن عليا علشان اجي اخدكم بالعربيه. ماشي يا بابا، يلا مع السلامة. مع السلامة. كان نفسنا نيجي والله، بس بقى ان شاء الله العيد الجاي نبقى نعمل الكعك والبسكوت مع بعض. ماشي يا ماما، وان شاء الله برضو تبقى تيتا معانا وكل قرايبنا معانا. ايوة فعلا. يلا بقى اتفضلوا نوح اهو، هنحطه هنا كده، ويلا مع السلامة. مع السلامة. بصي يا منى، انتي دنيكي قاعدة، وايه رأيك انا اعمل كله وانتي تشكليه على الاشكال؟ ماشي، فكرة جميلة قوي. انا هنجيب بقى دقيق كده. بصي انا افتكرت ان بيبقى فيه هنا كده في التلاجة دي فاكهة، ممكن نجيب بالموز اول بتاع اول كيكة اول بسكوت كده هنحطه بالموز، ونجيب اللي هو الموز المتقطع ده وندوس كده على بتاع الزرار الاخضر ده علشان يطلع لنا الخليط بتاع الكعك. يلا يا منى خدي. ماشي، اعمله على شكل الفراولة ده. بص يا منى، احنا كل ما نعمل مجموعة كده نحطها في الفرن عم نعمل حبة كمان. ماشي، فكرة حلوة قوي. واحنا هنا عندنا شكل فراشة وشكل قطة او ارنب او اي حاجة. ماشي يلا بينا بقى نعمل كده. انا بصي هروح اجيب كده حبة فاكهة كتير واجيبهم هنا. ماشي، انا دلوقتي بقى جبت كل الفاكهة وحطيتها. فتاني حاجة بقى هنعملها ممكن الاناناس، علشان انا بحب الاناناس جدا، وهنيجي هنا بقى نسيبها كده مش مهم نحط فيها حاجات. ايوه فعلا الكوكيز شكلها يعني الكعك شكله مش حلو، يعني ان هو يبقى فيه حاجات وكده. ماشي هنعمل كده بقى ونشوف الشكل بتاعه. واو شكله جميل قوي. احنا بقى هنحطه هنا كده. هنعمل بقى شكل الارنب. ايه ده، جت في الفراش، عادي مش مشكله. ده احلى اللي فيه اللي هو المكسرات وكده، ولا اللي مفيش؟ متهيالي اللي مفيش احسن. ماشي هنعمل كله مفيش. هنعمل كده بقى ونجيب دقيق تاني، ونجيب بقى دلوقتي كمثرة وهنعملها من غير بتاع. ايه ده، دي اتعملت كده تحفة جدا. ايوه فعلا جميلة قوي. هنجيب بقى قمح تاني، وممكن نعمله على لون البتنجان ده. ايوه فعلا لونه جميل قوي. هنعمل بقى كده ونشوف اللون بتاعه. هنعمله بقى ده، نعمله على شكل الارنب ده، شكله تحفة جدا. ايوه فعلا. هو نوح بيعيط؟ امال هي فين احسان؟ هو بيعيط ليه؟ ده شكله بيعيط قوي. انا هروح ادور عليها كده، يمكن في المطبخ بتعمل الاكل او اي حاجه. ده هي مش في المطبخ، وكمان ما فيش اي حاجه تدل ان هي كانت في المطبخ. هروح بقى اشوفها كده في الحمام. يا احسان يا احسان. ايوه ايوه يا رمضان انا هنا اهو. ده نوح كان بيعيط، فانا كنت بشوفك فين. ماشي ماشي هاته، تعالى بقى نقعد في الصالة شوية. ماشي يلا بينا. يا ترى البنات خلصوا ولا لسه؟ هما زمانهم اصلا يعني بيعملوا فيهم، هما عيني كان نفسهم ان احنا نبقى معاهم، بس احنا ان شاء الله في العيد الجاي هنبقى كلنا سوا. احنا بس ما كناش معاهم النهاردة علشان انا ولدت وانت كمان كنت في السفر فلسه جاي، فكنا عايزين نستريح شوية. يا رب بقى يجوا بسرعة ويورونا ويتصلوا بينا ان هما جم وخلصوا، ان هما خلصوا علشان انت تروح لهم بالعربية وتجيب الكعك معاك. ايوه فعلا الكعك هما بيعملوه جميل جدا، والمخبز ده كمان صاحبه محترم، وكمان هو صاحبي فانا يعني ما بخافش وهما يروحوا لوحدهم عادي. ايوه فعلا هو راجل محترم جدا. انا مش عارفه انا اعمل لكم اكل ايه النهارده، اعمل لكم مكرونه ولا اعمل لكم اكل ايه؟ لا لا انت ما تعمليش اكل، انا هجيب اكل من بره. ليه ما تجيب اكل من بره؟ ليه خساره، انا هعمل هنا حاجه خفيفه كده مكرونه او اي حاجه. لا لا انا هجيب من بره، انت لسه والده امبارح، هتقفي في المطبخ ازاي؟ انا اصلا اتصلت بالمطعم وخليته اللي هو يجي الساعه 5:30. ماشي الميعاد حج حلو جدا، بس طلبت ايه؟ خلوها مفاجاه. ماشي
ده لو سارة ومنى عرفوا اول ما يجوا هيفرحوا جدا. يعني احنا النهاردة عملنا الكعك والبسكوت وبك، والنهاردة كمان هنتغدى برا، مش هنتغدى برا، هنجيب الاكل هنا. وكمان هيفرحوا جدا علشان في مفاجأة كمان، ان احنا هننضف تنظيفة البيت بس بكرة بقى، علشان مش هيبقى في وقت النهاردة. ايوه النهارده كده اليوم خلاص، هما يا دوب هيجوا الاكل هيجي وهنتغدى، بعدين هنصلي بقى التراويح وكده. ايوه فعلا هننضف بقى بكره، وممكن كمان ابقى اجيب ماما او اختي او اي حد يجي ينضف معانا. ايوه فعلا هما اصلا ممكن يجوا عادي، هما ما بيقولوش حاجه. ايوه فعلا ما بيقولوش حاجه وهما غلابه جدا. ايوه فعلا. طب بص يا سارة، احنا دلوقتي عملنا كل الالوان اللي موجودة هنا، احنا بقى نعيد الالوان ولا ايه؟ ايوة متهيألي، انا من رأيي ان احنا عادي نعيد الالوان، احنا اصلا لسه عملنا 1 2 3 4 5 6 7، يعني مثلا نعمل كمان 3 او 6، نعمل كده يعني. ماشي يلا بينا نعيد الالوان، بس تريحي انت شوية عمنا. ماشي هنعمل بقى هنا كده، نجيب الدقيق وهنعمل زي اللي احنا عملناه في الباقي. استني يا منى قبل ما تعملي اي لون، في ايه؟ بصي الازرق ده احنا ما عملناهوش ولا مره. ايوه فعلا، وكمان العنب احنا عملنا البنفسجي، بس البنفسجي الغامق. ايوه فعلا، استني كده بقى نحط هو ده ايه، مش عارفه والله، عادي مش مشكله بقى نعمل بقى. واو ده طلع كده تحفه جدا. ايوه جميل قوي، زي برضو ما حطينا الكمثرى. ايوه فعلا، هنحط بقى كده الدقيق تاني، كمان بقى هنحط العنب وكده. متهيألي هو ما اتعملش زي الكمثرى ولا التاني ده، مش فاكرة اصلا اسمه، نحطه كده في الفراشة. احنا كده عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نعمل كمان واحد وهو هيبقى بطعم الفراولة ولا البرتقال. يلا الفراولة احسن. ماشي ماشي الفراولة، هنعمل هنا كده بقى ونجيب الفراولة. بصي احنا ممكن نعمل 2، واحد ارنب وواحد واحد فراشة. ماشي ماشي، نجيب بقى كده الدقيق تاني والبرتقال، وكده بقى هيبقى ده اخر واحد، ونحطهم بقى في الفرن هنا كده. وكده خلاص خلصت. يلا يا سارة روحي هاتي الصينية من الفرن. ماشي ياه انا فرحانة جدا، هنجيب بقى الصينية كده علشان نروح اوديها لمنى علشان نعمل، وانا مبسوطة بطريقة خيالية، علشان خلاص هانت كلها كام يوم والعيد يجي بقى، ونلبس لبس العيد اللي احنا جبناه، وكمان نلبس اللبس اللي بابا جابه لنا. انا احنا بقى هنرصصهم هنا وبعدين نروح نحطهم في الفرن. وهنا كده بقى قضى لحد هنا، فاحنا بقى هنروح حاطينه كده وعادي، ونعمل في مرة تانية. ده كمان مش داخل الفرن، احنا ممكن نشيل 3 كده ونحط 2 2، عادي احنا مش مستعجلين خالص. ادي اهو اتعمل واتنفخ كده بقى جميل قوي بجد يا سارة، البتاع تحفة قوي. ايوه احنا بقى نحاول كده نحط 3 هنا علشان ننجز بسرعة، علشان ماما وبابا تلاقيهم مستنيننا دلوقتي، واحنا كمان عايزين نروح نقعد مع نوح. ايوه فعلا، هنا بقى كده 3 دول جهزوا، هروح بقى اجيب تاني واجي. ماشي وانا هنا هقعد مع الفرن. ماشي بص يا منى، هو ده الاخر يعني ما عادش فيه خالص، هنعمل كده 3 3 بقى علشان ننجز بسرعة، علشان انا عايزة اروح اقعد مع نوح، احنا ملحقناش نقعد معاه خالص. ايوه فعلا احنا جينا امبارح وبعدين نمنا وبعدين مش عارفة بقى ايه اللي هيحصل تاني. ايوه ان شاء الله بقى نروح نقعد معاه النهاردة لحد المغرب وكمان لحد الفجر. ايوه فعلا بصراحة الفرن ده تحفة جدا، البسكوت كده بيجهز بسرعة قوي. ايوه ما شاء الله، هنحط بقى ده كده. ده بصي احنا ممكن نقول لماما ونوح بابا ان احنا عملنا لهم دي مخصوص، مع اننا اصلا ما عملناش مخصوص، احنا ما كناش اصلا عارفين ان هي هتتعمل كده. ايوه فعلا، متهيألي دول ما بيتعملوش في الفرن، فاحنا بقى نحط الصينيه كده. وكده خلاص خلصنا، هنطلع بقى الكعك ده اللي عمه اللي بره ونخليه يحطه لنا في اكياس. ايوه فعلا ماما بابا احنا جينا. ايه يا بنات انتوا ما اتصلتوش عليا ليه؟ ان انا اجيبكم عادي بقى يا بابا، ما هو عمه بتاع المخبز جه ووصلنا. بجد والله راجل محترم جدا. ايوه فعلا يا بابا، بص بقى البسكوت اللي احنا عملناه، الكعك قصدي، احنا ما عملناش بسكوت، شاطرين احنا اصلا بنشتري البسكوت جاهز. ماشي يا بابا، بص احنا عملنا بقى كده، ده كل الكعك. بجد يا بنات انتوا طلعتوا شاطرين جدا.